صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتلي لومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة كعادتنا كل أسبوع. الأسبوع الماضي ما كنت موجود معنا، كان أبونا جوزيف سويد أعطيناك إجازة. صباحكم نور مشاهدينا ومتابعينا على صفحتنا ومشاهدينا على التلفزيون نورسات. فمنصبح عليكم اليوم وإحنا كتير بشوق للقاء معكم ولقاء فيكم للحديث عن حلقتنا اليوم عن حقيقة وجود يسوع المسيح في سر القربان. وإن شاء الله مع أبائنا القديسين نقدر نعطيكم صورة واضحة ومقنعة عن حقيقة وجود يسوع المسيح في سر القربان، لأنه في كتير ناس بيضلهم يشككوا ويقولوا موجود يسوع عن جد حقيقة في جسدي ودمه، ووقت الناس تمام تتناول وهن مش مقتنعين 100% بهذا الموضوع، وفي بعض الكنائس مش مقتنعين كمان بسر الإفخارستية وبيعتبروا أنه هو فقط للذكرى وأنها فكرة كانت في الماضي، وأنه موضوع تردادها وعملها كل أسبوع أنه هذه فقط ذكرى وليس حقيقة. لكن نحن ما بدنا ندخل يعني في الكنائس الأخرى، لكن بدنا ندخل في كنائسنا التقليدية وماذا تؤمن، وإذا أنتم كمان تعطيكم هالإرشاد الروحي لمزيد من القناعة ومزيد من الإيمان في هذا السر العظيم اللي بنحكيه، مسيحية من دون سر الإفخارستية، والإفخارستية هي المسيحية أبونا. أنا هيك بعتبر هي الأساس، وكل قداسنا بالكنيسة يوم الأحد اللي منروحه هو يدور حول هذا السر طبعاً. يعني إن كان الكلمات الرسائل والقراءات هو على أساس تحضير لهذا السر، وبالنهاية يعني كل الطقس بنأخذ ساعة هو علشان الخمس دقائق اللي بنذكر فيهم كلام السيد المسيح، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. فإن شاء الله رح يكون معنا أبونا فرح إحجازين وأبونا بولس مرديني من لبنان أيضا رح يشرفنا في حلقتنا اليوم للحديث عن هذا الموضوع. طبعا إحنا كعادتنا كل أسبوع نطلع على أخبار كنيستنا في الأردن وكنائسنا في الأردن من حيث النشاطات ومن حيث أوضاع الموجودة في الأردن وأيضا كمان العالم العربي. نحن مش منفصلين بالأردن عن بقية الشعوب بقية العالم، لا زالت الجائحة كورونا موجودة، وحتى هلأ جديد من قراءات مبارح أنه في تزايد في أعداد الإصابات في كورونا وخاصة كورونا فيروس دلتا. فلازمنا لازم نكون حريصين في التجمعات، التباعد، الوضع الكمامة، حتى لو مطعمين لازمنا نحمل الفيروس معنا وننقله للأشخاص بيكونوا مناعتهم ضعيفة، وبلا ما يكون السبب السوء والمرض يكون عن يدينا، يعني لأنه الواحد الله إنسان لا سمح الله بيشعر بالندم الكبير إنه لو أخذ الاحتياطات. فالاحتياطات لا زالت واجبة، وإن شاء الله بوعينا ومسؤوليتنا وتحملنا المسؤولية بنقدر إنه نسيطر على الوضع الوبائي. وكمان إنه عندنا في الأردن الحكومة الأردنية مشكورة عم تعطي المطعوم، الآن أصبح بعد فوق السن 40 بقدر يروح على أي مركز من المراكز بتعطي المطعوم وبياخذ المطعوم مجانا ومن دون موعد مسبق. لكن للأشخاص الآخرين اللي أقل سنا ياخذوا يسجلوا على منصة وأيضا بيقدروا ياخذوا مواعيد ويطعموا. هلا صار حتى الشباب الصغار اللي بالعمر العشرينات الجامعات. وعرفت انه الجامعات كمان عمر 18 صاروا ياخذوا المطعوم، فالمطعوم هو لحمايتنا لانه الاصابه فيه يعني غير مضمونه كيف احنا اجسادنا يعني تستجيب لهذا الفيروس اذا دخل اجسادنا. ما حدا يحكي يقول لك انا عندي مناعه، ما بتعرف يعني مظبوط انه احنا كلنا عندنا مناعه لكن اخذنا المطعوم، لكن في اشخاص بتفكر انه عندها مناعه ضد هذا الفيروس، وهذا الفيروس عم بتحور يعني عم بيصير اكثر شراسه واكثر فتكا بالانسان لما بيدخل. فعلى القليل المطعوم بخفف من شراسته، بخفف من قوته لهذا الفيروس اذا دخل جسمك، وبقدر انه يقاومه
جهاز المناعة. نشاطاتنا هذا الأسبوع عنا عيد مار شربل، والكنيسة مار شربل بعت لنا أبونا جوزيف سويد برنامج حافل مشانه في برنامج الاحتفال والتحضير لعيد مار شربل في الكنيسة. وأبونا كمان جوزيف سويد بعت لنا المسابقة، راح يسوي مسابقة كأنه أونلاين، ففي لينك بتدخل عليه بتجاوب على بعض الأسئلة وبتدخل في المسابقة، وإن شاء الله كلكم من الرابحين. والربح الروحي أكثر من الربح المادي، بس أكيد في جوائز ولا لا؟ الله يعلم، الرب حظي ونصيبي ميراثي، الرب نصيبي. طبعا نشرة الأردن في أسبوع بتقدروا تطلعوا عليها على صفحتنا، فيها التقارير على يوتيوب شانل نورسات جوردن، كمان كلها في نفس الاسم. وأيضا هناك صيام كاهن جديد على مذابح الرب في بطركية الروم الأرثوذكس، الشماس نكتاريوس حداد، منقول له رح يكون الاحتفال يوم السبت، منقول له ألف ألف مبروك يا أبونا نكتاريوس حداد. ف وايضا هناك احتفالات في كنائس اخرى، الكنيسه الكلدان احتفلت باول مناوله بعد الجائحه، لانه اسم الله كان عددهم كبار كثير خلال السنه ونص تقريبا او السنتين، جمعوا كل هالاطفال العراقيه وتقريبا اكثر من 120 طفل بين فحيص وعمان وضواحيها. نعم. الرعية الكلدانية، فإن شاء الله قريبا رح ننقل قداسهم على نورسات، نحن بعتنا لبيروت يعني فصار عندكم. صوفي حتر، الأخت صوفي حتر صارت رئيسة لرهبانية الوردية، منقولها ألف ألف مبروك سير صوفي. ونستعرض بقية الأخبار موجودة على صفحتنا نورسات جوردن وعلى الموقع الإلكتروني nursatjo.org. هذا الموقع الجديد الآن أصبح موقع أخباري إلكتروني لا خاص للأردن وكنيستنا في الشرق الأراضي المقدسة. أبونا بداية نعطي البركة ونبدأ في موضوعنا حقيقة سر وجود الله في القربان المقدس، تفضل أبونا. نعم، الله يزيد فضلك يا رب. أعزائي المشاهدين صباحكم نور، مجددا نكمل بموضوعنا اليوم حقيقة يسوع المسيح في سر القربان. وبداية لابد أنه نحكي عن الإفخارستية، لأنه القداس كله متكامل بأي طقس كان، بالكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية سواء كانت تحتفل بالطقس البيزنطي أو بالطقس اللاتيني، فالكنيسة بجميع طقوسها تقسم القداس إلى مرحلتين أساسيات، البشارة أو الكلمة، ومن ثم تهيئة القرابين، ومن ثم المرحلة تحويل الجسد ودم يسوع المسيح من الخبز والخمر. بداية نقرأ من العهد القديم أو من العهد الجديد حسب الطقس الكنيسة، بنبشر العالم برسالة يسوع المسيح التي فحواها هي خلاص البشرية وعتق الإنسان من عبودية هذه الخطيئة. نأخذ من العهد القديم، نأخذ من العهد الجديد، من الإنجيل، ونستعد روحيا للتهيئة. في الحقيقة يسوع المسيح يوم خميس الأسرار أراد أن تبقى هذه الذبيحة حية إلى الأبد، مع أنها أقيمت على الصليب مرة واحدة، ونحن لا نعيد ولا نكرر هذه الذبيحة، إنما نحييها في لحظتها. كيف يعني نحييها؟ يعني هلا احنا ما عشنا بزمن يسوع المسيح، ولكن يسوع لما حكى لتوما انه احنا مؤمنين، نحن نؤمن وفيما شاهدتم انتم ايها التلاميذ، ولكن طوبى لمن امن ولم يرى. فنحن الذين امنا ولم نرى في التاريخ وفي الجغرافيا على ارض الواقع تلك الاحداث، اليوم وفي كل احتفالاتنا الكنسية نعيد إحياء تلك المناسبات
وليس ذكرى زي ما بنحيي أعياد ميلادنا أو لما بنقدم أي احتفال لكهنوتنا أو لذكرى أي مناسبة في حياتنا، لكن حدث يسوع المسيح هو حدث شخصي وحقيقي بنعيشه باللحظة وبالدقيقة. لذلك يسوع المسيح أراد يوم خميس الأسرار أنه يوضع لنا علامات حسية لأشياء سرية، الخبز والخمر، أشياء يعني موجودة في فلسطين كانت بتلك الفترة. في ناس كثير بصير يتساءل، بصير يحكي ليش الخبز والخمر مثلا، ليش مش كذا وكذا، ليش مش كذا وكذا. بطبيعة فلسطين هيك كان القمح، حقول القمح موجودة، الخبز متوفر للفقراء، متوفر لعامة الشعب. عصير الكرمة يعني كان هو العصير المشرب بالضبط بلادنا، اللي كان ببلادنا يعصر العنب. لكن أبونا في كثير من دائما النفوس المشككة يعني بتقول إنه يعني كيف وجود جسد يسوع ودمه في القربان المقدس، يعني زي ما شككوا بالزمانات اليهود وقت يسوع المسيح طبعا. لما قال لهم هذا هو جسدي هذا هو دمي، قال لك يعني بدك تعطينا إنه جسد ناكل لحمة يعني ومشرب يعني دم ناكل بشر. دم يعني الفلش هذا إنه نأكل اللحمة هاي وأشرب دمك، يعني أشرب دم يعني راح يكون طعمه كيف؟ يعني كانوا كتير إنه ماديين بحيث إنه بدهم إشي مادي ملموس، ليه؟ لأنهم متعودوا إنه ربنا دائما يعطيهم إشي ملموس من وقت عهد موسى لما قال لهم أعطاهم المن، رجعنا ما في أكل ولا شرب، أعطانا نزل لهم المن. وكلمة من جديدة عرفت إن هي من هي بالعبرية إنه ما هذا من، لعشان هيك اسمه من من منا، يعني منا من وين هذا، من وين إجا؟ فبقول لك إنه هذا خبز الملائكة كانوا يطبخوا يعدوا الملائكة بالسماء ونزل على الأرض وصاروا يأكلوا منه. طبعا هذا ما كفاهم يعني هن فعلهم أكباركم أكلوا بالزمانات المن. فموضوع الخبز يعني عم بيحضرهم كان يسوع المسيح لموضوع الخبز والخمر إنه جسدي ودمي من وقت العهد القديم، يعني يربط الحياة بالمأكل لأنه كان هذا هو مفهوم البشرية آنذاك، زي بسفر التكوين شجرة الحياة لا تأكل من هذا لأنك أنت لا تستحق، ممنوع عليكم محرم عليكم شجرة الحياة تأكلوا منها لأنكم لا تستحقون. بعدين يعني عبين ما تصير في المصالحة بصير لكم إنكم تاكلوا. فربط هو بيربط موضوع العهد القديم موضوع الأكل والشرب بالحياة الأبدية، فمعطيهم هو مثل ما أقول مقدمة في هذا طبعاً الموضوع أكيد. طبعا أنتوا أبونا أقدر مني أن نفسر كمان هذا الموضوع، أكيد معنا أبونا كمان فرح جازين لأنه في اختلاف في بعض التفسير من كنيسة إلى أخرى، يعني الكنائس الكاثوليكية عن كنائس مثلاً القبطية عن كنائس السريانية عن كنائس، بس إجمالاً متفقين على أنه هذا حقيقة وليس رمز بالضبط. لا موضوع الحقيقة وفي الكنائس الأخرى البروتستانتية اللي بتنفي وجود أنه عمل الإفخارستية أو عشاء الرب هو كذكرى عم بيعيدوه وبيمارسوه يعني كذكرى. نعم. فشباب بتجهزوا اتصال مع أبونا فرح الجازين، بلاش نتأخر عليه ونقول إنه علمتون الصبر من هالبرنامج. طبعا احنا بنشكر كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا على المباشر، سامي قنصل بنقول لك صباحك نور، وهالة المعمر صباحك نور، وعنا إيهاب عماري وماجد البير، الله موجود في القربان وهي من نعمه وتجديده حبه ووعده لنا بالخلاص وعدم التخلي عنا، وهو يمنحنا السلام الروحي والنور وصحة الجسد والقوة على مواجهة كل الصعاب، المجد لله. نعم ماجد البير المجد لله. جوزفين سمعان صباحك نور، والآن منكمل بقية صباحاتكم، ما رح أترك ولا حدا إلا أذكره بالاسم أصبح عليكم واحد واحد مثل ما وعدكم دائما. الله يقويك. معنا اتصال مع أبونا فرح حجازين. أبونا صباحك نور. صباح الأنوار. كيف حالك اليوم؟ تمام. الله يسعدهم على سارة كيف ونحن صباحك نور هذا اللقاء. الله يخليك يا أبونا. أبونا اتحفنا اليوم في هذا الموضوع، وخاصة هذا الموضوع كمان أنت زي ما تشهد له وبشدة. نعم. ما في شك على كل حال سر القربان المقدس هو قمة محبة يسوع إلنا.
نعم. وأيضا هو تسليم لوعد يسوع بأن يكون معنا كل الأيام إلى منتهى الدهر. حلو. فالقربان المقدس له معاني كثيرة. نعم. أولا سر القربان هو سر المحبة، كما يقول القديس يوحنا الحبيب: لقد أحب خاصته الذين هم في العالم أحبهم إلى أقصى الحدود. ومن علامات المحبة أنه أخفى ألوهيته وظهر مثلنا إنسانا بسيطا، كما يقول قديس بولس إلى أهل فيلبي: هو القائم في صورة الله لا شباته، آخذا صورة العبد ووضع نفسه وصار طائعا حتى الموت، موت الصليب. أحبنا وسفك دمه كله من أجلنا، مع أنه نقطة واحدة منه كانت كافية لتكفر عن جرائم العالم كله، كما قال القديس توما الأكويني. لكنه الحب، الحب إلى الغاية، إلى المنتهى، إلى أقصى الحدود. لقد ذهب به حبه لكي يتخلى حتى عن إنسانيته وبشريته في سر القربان المقدس، لكي يتسنى له أن يكون قريبا منا، أن يكون طعاما وشرابا لنا. لذا في العشاء السري أخذ خبزا وأعطاهم قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي إنه من أجلكم. ثم أخذ كأسا وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي، دم العهد الجديد الذي يراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. كما ننشد في النشيد الجميل القربان المقدس: حجب اللاهوت فوق الصليب وهنا الناسوت أيضا توارى، أي أن ألوهية المسيح قد حجبت عند صليب يسوع، لم تظهر، كذلك حجبت الآن في سر القربان ناسوت المسيح، أي جسد المسيح البشري تحت أشكال الخبز والخمر. ثانيا، سر القربان هو سر اتحاد مع المسيح. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. إن أسمى درجات الحب الاتحاد مع المسيح، أن يتحد بنا بفعل التغذية الروحية، إذ أنه بالتناول تنتقل حياة المسيح إلينا كما تنتقل من الجذع إلى الغصن. ولا حياة للغصن دون ارتباط بالجذع، وقد وضح لذا ذلك السيد المسيح في مثل الكرمة والأصفان: إذ لا حياة للأصفان دون الكرمة التي منها تستمد الحياة. وقد شعر بهذا الاتحاد القديس بولس فصرخ قائلا: لست أنا أحيا بعد، بل هو المسيح الذي يحيا فيا. ثالثا، سر القربان المقدس هو سر الوحدة بين المسيحيين. بالمناولة يتحد الإنسان ليس فقط مع الله، بل أيضا مع إخوته. الله محبة ومائدته مائدة محبة، وهي لا تستقبل إلا من يحبون بعضهم بعضا. فلا معنى ولا فائدة من مناولتنا إن نحن نحتقر من يأكل معنا جسد المسيح نفسه، إن مارسنا التمييز العنصري أو الطائفي أو العائلي، إن أفرزت ألسنتنا السم، إن أقفلنا قلوبنا في وجه القريب لا سيما الفقير. كأس البركة التي نباركها أليست شركة في دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أليس شركة في جسد المسيح؟ فبما أن الخبز واحد فنحن الكثيرين جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. رابعا، سر القربان هو سر الحياة. عندما أطعم يسوع الجماهير من 5 أرغفة طلب الشعب في اليوم التالي المزيد من هذا الخبز، فقال لهم يسوع: اطلبوا خبز الحياة، لا تعملوا للقوت الثاني بل اعملوا للقوت الباقي في الحياة الأبدية. قالوا: يا سيد أعطنا على الدوام من هذا الخبز. أجابهم يسوع: أنا الخبز النازل من السماء، أنا خبز الحياة، والخبز الذي سأعطيه هو جسدي لحياة العالم. فماذا كانت النتيجة؟ أنهم اتهموه بالهذيان: إنك تهدي، هذا الكلام قاسم وغير مقبول، وتركوه. ما أكثر المسيحيين الذين اليوم يشبهون يهود أمس، الذين يبحثون عن خبز الجسد ولا يهمهم خبز الروح. فنراهم يتركون المسيح، يتركون الكنيسة، يتركون الدين سعيا وراء خبز الجسد، ولا يهمهم خبز الروح. فحكمهم على الأمور والقيم نابع من مصلحة الجسد فقط، وينسون أن من خلق الجسد لا يتوانى عن توفير حاجاته، لكن يجب على الإنسان أن يسمو إلى حاجات الروح
يقول لنا يسوع: لا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. فهذا كله يطلبه الوثنيون، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. كخاتمة أقول، قبل أن يرسم السيد المسيح سر القربان المقدس، غسل أرجل تلاميذه حتى يعلمنا كيف يجب أن نتقدم للتناول بقلوب ملؤها التواضع والمحبة. ولا يجوز أن نتقدم للتناول يتناول كل نمام وحقود ومتكبر. التناول هو اتحاد بالمسيح، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. فكيف للبغض أن يتحد بالمحبة؟ وكيف للظلمة أن تتحد بالنور؟ وكيف للخطيئة أن تتحد بالنعمة؟ يقول لنا القديس بولس: فليختبر الإنسان نفسه قبل أن يتقدم من التناول، لأن من يأكل جسد المسيح ويشرب دمه وهو على خلاف الاستحقاق فهو مجرم إلى جسد الرب ودمه. فأين نحن من القداسة رغم العدد الكبير من تناولاتنا منذ تناولنا الأول؟ مناولة واحدة حسنة كفيلة بأن تجعلنا قديسين، يقول القديس منصور دي بول. لنطلب المزيد من الإيمان بالتناول ونطبق معانيها ونعيش مسيحيتنا على أكمل وجه. كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. وشكرا. آمين يا أبونا، نشكرك على هالموجز هذا اللي أعطيتنا فيه أهمية هالسر وأيضا عظمته ووجوده وحقيقة وجود يسوع المسيح في سر القربان المقدس، والسر هذا اللي بيوحد المسيحيين، مثل ما حكينا الإفخارستية هي المسيحيتنا والمسيحية هي الإفخارستية. شكرا يا أبونا، صباحك نور. إن شاء الله بنقابل محبة المسيح بمحبة أكبر ليسوع القرباني في زيارته في الأسبوع، وليس فقط الاكتفاء بقداس الأحد. نعم نعم فعلا يا أبونا، شكرا لك يا أبونا. أهلا وسهلا فيكم. حبيت لما حكينا عن الخبز يعني كيف بتوحد المسيحية، فعم بقول حب الخبز معمول من الطحين، والطحين من هالسنابل القمح، وهالقمح ممكن جايبين القمح من كل المنابت والبلدان، نعرف منهم جايبين القمح ليعملوا هالطحين عشان يعملوا هالخبز. فبقول حبات هالقمح، القمحات من هالسنبلة كلها بتجتمع عشان مع بعض عشان يعملوا هالعجنة. فهيك القربان ليش اختاروا الخبز كمان، انه بهالرمزية انه هالقمح الموجود في هالحقول وهالسهول وهالبيادر بتجتمع كلها لتعمل هالخبزة. فإحنا هيك كمسيحيين، تشبيه إنه حبة القمح إن لم تموت وتدفن فلن تعطي ما بتعطي الحياة. نعم بالزبط. فحبت الخبز هذه رمزيته، هذا معنى الخبز. معنا كمان اتصال مع أبونا بولس مرديني. شباب تحضروا الاتصال، بلاش نتأخر على أبونا عبين ما يحضروا أبونا. أبونا من المشككين اللي بيقولوا لنا اللي بيروحوا بيصلوا قداس الأحد وبتناولوا هالجسد من دون لا اعتراف ولا يعني هالسر، يعني هالقد ما أخدينه أهمية أو شيء، كأنه بروتوكول أو إشي روتيني عادي. بتروح على الكنيسة بصير موعد المناولة، بروح أتقدم من المناولة. إذا بتسأله الرسالة عن شو كانت ما بيعرف، الإنجيل عن شو كان ما بيعرف، سرحان وساهي. نعم. بس متعود إنه كل هاليوم أحد يروح الساعة 11 يروح يصلي، ووقت المناولة يروح يتقدم من المناولة. فما نعم. في شعور بأهمية هالإفخارستية بالقداس. مزبوط، بدها استعداد فعلا. يعني أنا كتير بحترم الكنائس الأرثوذكسية، لأنه بقول لك بتصوم 3 أيام تتناول عشان تكون مستحق. غير عن ذلك إن إذا كنت بالغير مستحق والخطيئة، يعني الكنيسة تمنعه من التقدم للمناولة. نعم. إنه مثلاً بتعطي إنه الكنائس الكاثوليكية شوية مثلاً لاتين وهيك شوي بتعطي مرونة في هذا الموضوع، يعني مش إنها تمنع المؤمن. الإنسان هو بيعرف حاله إنه هل هو مستحق أو غير مستحق، ونحن كلنا مستحقين. الكاهن بيحكي ونحن غير على استحقاق، لكن انظر إلى إيمان كنيستك. ف
فأعطينا النعمة وما تنظر إلى خطايانا وخطايا شعبك. لكن موضوع الاستحقاق، اتصال أبونا بولس مرديني جاهز. صباحك نور أبونا. صباح الخير إليك وللأبونا، الله يبارك فيك. نعم سلام يا أبونا، احنا كثير مبسوطين انك معنا اليوم. المبارك ويبارك كل العامين وكل المبشرين وكل الشهود للمسيح فيكم. معك أبونا جورج شرايحة. فرصة سعيدة وربنا يبارك يا رب. أبونا صباحك نور. صباح النور والخير، الله يخليك يعني يا رب. كنت على مدى عشرات السنوات على علاقة وطيدة بالأردن وشعبها من ناحية الروحية. أنتم موجودين بالقلب دائما، أهل الأردن الطيبين من أول لقاء. نعم، الله يخليك. بدنا نطمع اليوم أن نستفيض من ما لديكم. ألو دقيقة بس، مش عم بسمع وطيد التلفزيون عندي. نعم، لأنه بيعمل إيكو. تفضل. نعم أبونا. ألو، الصوت واضح؟ ايه واضح الصوت. تمام، تفضل ابونا. ابونا تحكي لنا عن سر الجسد ودم يسوع المسيح في القربان المقدس، وعن حقيقة وجود هذا يسوع بكامل روحه في القربان المقدس، خاصة ان هناك كثير من المشككين في حقيقة وجود يسوع المسيح حقا في سر الأفخارستية. فتفضل ابونا. قبل ما ابتدي اول شيء بدي اشكر ربنا، لانه مثل ما بتعرفي ومثل ما بيعرف كل اللي عم بيشاهدونا هلا وبيسمعونا، بانه سر القربان او الافخارستيه او الافخارستيه مثل ما بتنقال باليوناني هي سر الشكر. ويسوع ذاته انبسط من اللي بيعرف يشكر لما شفى البرص العشرة ورجع واحد منهم وشكره لشفائه، وكان جواب الرب: اليس من يشكر الله الا هذا الغريب؟ نال شفاء، عرف يشكر. كيف اللي بنال الله كله من خلال هالسر؟ لا يخلينا نبتدي بصلاة صغيرة إذا بتسمحي لي. إيه، وبجاوبك على كل شيء بحبي تسألي، تكرم عيونك. نعم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. يا رب ما عنا إلا نشكرك لكل شيء عملته بحياتنا، لأنك قبلت بسر المعمودية نلبسك مثل ما بقول رسولك بولس: أنتم الذين بالمسيح تمتم المسيح قد لبستم. منشكرك لأنك بسر التثبيت تعطينا روحك القدوس لحتى يبقى معنا حتى انقضاء الدهر، ويذكرنا بكلامك ويصلي فينا بأنات لا توصف مثل ما بقول رسولك بولس. بدنا نشكرك لأنك أنت الكرمة ونحن الأغصان، وبتعطينا جسدك مأكل حقيقي ودمك مشرب حقيقي. حتى لو كان صعب الفهم نحن نؤمن بكلامك، منا بحاجة مثل تومة نحط إيدنا لنؤمن ونلمس. بكفينا يا رب نسمعك تشرح لنا حبك مثل تلميذين عماوس لنعرفك عند كسر الخبز. شكرا يا رب لكل سر من أسرارك، لكل نعمة من نعمك، لكل لحظة موجود فيها بحياتنا لتصير أنت الحياة فينا. إلك كل المجد يا رب المجد، أنت اللي بتبارك كل اللي عم بيشاهدوا ويسمعونا بهالوقت بالأردن، شعب وحكومة وملك كل اللي موجودين بهالأرض، أنت أفض عليهم نعمتك بدون استثناء. أنت اللي متت لتفتدي الكل بدون استثناء. أمين أمين يا رب. أمين أمين يا أبونا. أمين أمين. شكرا لك. تفضلي، بدك تسأليني أو بدك يعني أحكي دون ما تسأليني؟ لا حضرتك تفضل. اسمي أبونا أول شيء، بدي صحح لك ما عندي حضرة، بس أنا بوعدك أنت وأبونا أنه مرة الثانية بجيب حضرتي معي، تكرم عيوني. أكيد. الله يسعدك يا رب. خلص تكرم. يلا من الله وراي أبونا، بس يحكيني بقول له بدك تحجز لشخصين 10 دقايق إلي و10 لحضرتي. هلا برد عليك. الله يسعدك أبونا. أول شيء أنا بدي أنطلق إضافة للقالوا الآباء لفاضل معك، كان أبونا حجازين أو كان أبونا محمد أو لكل اللي شاركوا. نعم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بدي حط شوية أشياء صغيرة إذا بسمحوا لي. نعم، كون توضيح كمان من قبلي لهالأمور. نعم. أول شيء بدي أنطلق من الكلمة اليونانية اللي هي سر الإفخارستية. نعم. شو بتعني باللغة العربية سر الشكر؟ نعم. هي العشاء الرباني أو العشاء الأخير. نعم. هي ذبيحة الرب
وهي كمان شكر المؤمنين للرب على كل مرة بقدم لنا مايدة حافلة بالغفران من خلال جسده ودمه اللي هو مثل ما قال يكسر لمغفرة الخطايا. جسده ودمه يخراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن مانا أبدا رح ناخد موقف الفريسي ونتصنع أو موقف ندعي القداسي مثل ما ادعى الفريسي. نحن منعرف حالنا أمام الرب مثل العشار، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ونحن منعرف من كلام الرب إذا ما منثبت فيه ما منعطي ثمر. ما بدي أدخل بجدل بالنسبة يسوع موجود بالإفخارستية أو مش موجود، لأنه يسوع ذاته اللي أكد وهو اللي قال السماء والأرض تزولان كلامي لا يزول، وهو اللي قال السماء والأرض من أرض وحرف واحد ما بيزول حتى يتم الكل. أنا بصدقه لما بيقول هيدا جسده وهيدا دمه، وهذا اللي رفضوا يقبلوا اليهود مثل ما تفضل أبونا وقالوا هذا كلام صعب من يطيق سماعه بحسب إنجيل القديس يوحنا، وهذا اللي أكده القديس بولس كمان ما حكى الأبونا من شوي، اللي بيأكل جسد الرب وبيشرب دم الرب هو خلاف الاستحقاق يكون مجرما إلى جسد الرب ودمه. فإذا نحن منعرف أنه هذا اللي عم نتناول اليوم هو جسد الرب، ونحن مدعوين مثل ما قلت في الصلاة قدام تلميذين عماوس، يسوع شرح لهم ما هو مكتوب عنه بس ما عرفوا بالكتاب، ما عرفوا من خلال كل شيء شرحه، مع أن قلوبهم كانت مشتعلة بما بقول إنجيل قديس لوقا، لكن عرفها عند كسر الخبز فتحت عيونهم. نحن بالإفخارستية منتحد بإله عنده هالقد من التواضع، مش بس يولد بمزود، مش بس عنده التواضع لحتى يعتمد بنهر الأردن أو يعيش في مدينة الناصرة اللي قالوا عنه لا يخرج منها شيء صالح، مش بس عنده التواضع ليتعلق الصليب اللي هو ملعون من علق على خشبة، عنده هالتواضع ليكون عم بيشحد الحب، وبعتذر أقول هالكلمة، عم بيشحد الحب وبيستعطي الحب من البشر اللي بيقدر يخلو أحسن مني ومن كل اللي عم بيسمعوني وبيشوفوني بكلمة منه. لهيك قال مش أبونا بولس، عبود كسر قلبي العار والشقاء، وانتظرت من يعزني فلم أجد، ومن يرسل حالي فلم يكن. هو اللي قال جرحت في بيت أحبائي، ليش دايس كل تيابك منطخة في الدماء مثل الدايس المعصرة وحدي؟ نعم. كله جروح من أجل مين؟ حبه للإنسان. أنا اليوم إذا شخص عظيم بيوقف بينطرني على باب بيتي بيستحي بموت من الخجل، أنا الله واقف على باب بيتي وقبل تعاكلني، تعال اتحد فيني واتحد فيك، تأخذ من مجدي لأخذ من تعبك لأخذ همومك لأخذ عارك لأخذ خطاياك، واجعلك أنا شاركني بالحياة الإلهية ببطاقة المارون الوحدة يا رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك. بطاقة البيزنطي شو منقول؟ أعجب العجائب أن يرى الله في الجسد، وأعجب من ذلك بكثيرا أن يشاهد على الصليب معلقا. أما مجموع العجائب كلها نقول بالروم الملكيين، فأن نرى الإله بسر القربان مقدم ذاته. نحن مش عم نفهم هالشيء، لكن مع الله أنا لا أتعامل بالواجب ولا أتعامل مع الله بالخوف. الله مش بالزاعة بروح بتناول أتكس لله كم مناول عملت، لأنه أنت ناولتك يا رب بدك شيء أكثر منك عملت اللي علي، ماني فريسي أنا بصوم بالأسبوع مرتين، ولا بجي بحمل الله يا رب يا رب وما بعمل بريد الرب. ليس من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. أنا كمسيحي بإيماني في الله بتجسد بحياتي بأشكال متعددة، أهم أنا بسمعه بالكلمة، الله الكلمة من خلال الإنجيل، من خلال تعليم الكنيسة، من خلال وعظة الكاهن، من خلال تعليم الرسل بالرسالة أو بعمل الرسل بينقروا بالكنيسة بكل ذبيحة. هذا الإله اللي صار كلمة لتجسد فيني، وأنا أعطيه أكثر من اللي أعطي بالعهد القديم، إنه مثل ما بتقول رسالة للعبرانيين، نحن أخذنا اللي تمنوا هنن أن يروا ولم يروا، يسوع بيقول ويسمعوا ما سمعوا، وبقول لهم القديس بولس بالرسالة للعبرانيين كل هذا لم يتم بمعزل عنا. نحن كل هدول أخذناه عنا. يسوع الإله صار إنسان، ما رآني رأى الآب، ويسوع كل ما فعلته لأخوتي الصغار فبي قد فعلتمه، وعندي يسوع بالإفخارستية. لكن أنا بتنقل من يسوع الكلمة ليسوع المأكول ليسوع المعاش مع خي الإنسان، وإذا في أي نقص هالثلاثة أنا ما عم بعيش الإفخارستية. بتقدم ذبيحتك وحصال خيك أول، من هون تبتدي مسيحيتي بالغفران بقبول كلمة الله، من آمن بي وبكلام انتقل من الموت إلى الحياة، واللي بيأكل جسدي وبيشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ومثل ما ابتديت من المعيب الأبرز تيجي يشكر الله لأنه شفاه،
وأنا ما بشكر الله بيعطيني الحياة كلها بجسد ودمه لما بيتحد فيني، لما بيتحد الإله المجرد عن الفساد بالفاسد المثلي، لما بجسد النقي بالخاطئ المثلي، لما بيدخل النور لظلمتي اللي بدت كل ظلمي، ما بعرف إله شكرا. وهذا مكان الذبيحة. لهيك من المعيب لكثير من المسيحيين بكل الشرق، ما بدي أقول بالغرب كمان لأنه ماني عايش بالغرب، بس بعرف شوقهم للقربان العايشين بالغرب، وبيبكوا لأنه كانت تسكرت بسبب الكورونا. وفي ناس بيبعتوا لي أبونا، لما بنحن نشارك بقداس على التي في بنحط أبونا خبزة حتى الخور عم بيبارك، بركي بتجي عليها البركة لهناك، لأنه بنحس في إيمانيا أنه كانوا عم ناخذ جسد الرب مع أنه بنعرف هذا خبز. نحن بحاجة لجسد الرب ودمه، بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. كل غصن ما بيثبت فيني يقطع ويجف ويلقى في النار. حلو. نعم. حلو أبونا. حلو. إن شاء الله كنت أبصل لك جواب. وصلت يا أبونا بكل كمان بهالحرارة الإيمانية اللي عندك، يعني نقلتها هيك تأثرت في كلامك، لأنك أنت كمان عم تحكي بشعور من الألم اللي ما تشعره من المؤمنين كيف رد فعلهم لسرق القربان. كنت عم بحكي أنا وأبونا جورج رايحة قبل اتصالك إنه الناس لما بتروح على الكنيسة بشكل روتيني حتى يعني عدم التركيز لا على كلام الرسائل ولا الإنجيل المقدس، وعند فقرة القربان المقدس بتقدم للقربان وكأنه حدث عادي عابر روتيني بهالكنيسة كل يوم أحد يروح يتقدم للمناولة. فأنا بتألم كمان. في شخص حكالي وكان هو من ديانة أخرى، كان يراقب عشان السكيورتي الأمن في الكنيسة بأحد الاحتفالات الكنسية، فقال لي أنتوا بتروحوا شو بتعملوا الخوري بتاخدوا إشي بالتم يعني لما كنا نتناول؟ فقلت له هذا القربان المقدس. قال لي أماذا يحوي؟ إنه قلت له إحنا بالأفخارستية القربان المقدس هذا جسد ودم يسوع المسيح. شو جاوب؟ قال دم جسد ودم يسوع المسيح بتاخدوه بهاي الطريقة. أنا إذا عندي إيمان بالمسيحية لو جسد ودم يسوع المسيح عم بتقرب له بروح له زحف على إجري وإيدي. هللويا. أنا هم بدي لك شغلة إذا بتسمحي لي. تفضل أبونا. بعتذر إنك بوافق بس ما حاخد من الوقت كتير. لا تفضل يا أبونا. كلامك طيب وأنت بتعرف قديش محبة الناس لإلك خاصة في برنامجك اللي كان على تلفزيون مرسال. محبة لأهل الأردن الله يخليكي والله يحميكم. ديو شغلتين. الشغلة الأولى المؤلم إنه بتقدموا على سر الإفخارستية كتير من المسيحيين كانوا عم بيعملوا واجب أو كانوا بعض النساء وهون رجال ما بستثني كمان بتقدموا على المناول كانوا بيتقدموا على صالة عرض أزياء على البوديوم كله يستعرضوا ذاتهم أكثر ما يبينوا مجد الله رقم واحد. وهون بحكي النساء ما بشكل عام بالكل اللي ما بتحترم سر القربان تجي كانوا عملنا عرض أزياء بطريقة تبسة وتيبة، وهون الشغلة لازم تتاخد بين الاعتبار. كنيسة بيت الله مش مكان لاستعراض لا الجسد ولا أي مجوهرات ولا نوع الأحذية ولا غيره. ولو في وقت بحكي لك قصة يمكن بتستغربي من اللي بدي أقوله اللي صار معي مع بعض المؤمنين أو المؤمنات. الشيء الثاني المؤسف بتناول كأنه خلص القداس بياخد حاله بيصير برا بده ياخد سيجارة ما بيقدر يضاين أو التليفون عم بيرن، ولكن هو ببيت الله إذا هو راح يقابل حدا مسؤول بالدولة ما بيسترجي يفتح تليفونه عنده. نحن هون بفتح تليفون بالكنيسة مش فارقة معه، ولكن هيدا بيت الرب وبعير ساعة متى بيخلص كأنه عمل واجباته تناول وفل بعد القربان بتمه. إذا أنا بدخل على بيتك تعزمني ما بروح إلا وأنت حت الطاولة باكل بقوم عن الطاولة بفل بتقول عني قليل الذوق أنت بتاكل الله كله. هذا رقم اثنين. إضافة للي تفضلت فيه أنت خبري خبري صارت معي. كنت أنا بعدني بالإكليريكية وكنا مرة عم ننظف الكنيسة وكان في شاب عم بيساعدني مش مسيحي أي بيشتغل معنا بالكنيسة من الهندوس أو بالسرلنكية وبن الله مثلي أكيد بس أنا مسيحي. كنت عم بطلب إنه أنا بمسح الأرض يروح يجيب لي مي نظيفة يحمل سطل يجيب لي مي نظيفة أنا حد المذبح بمسح وأنا عم بمسح الأرض له خد السطل أخده ومشي وجهه للمذبح ومشي لورا وهو حمل السطل. سألته قلت له ليش عم تمشي هيك توقع بتتفركش بوع السطل عليك؟ قال لي نو هون في الله أنت بتأمن فيه أنا ما بعطي ظهري لله أنا دايما وجهي لله ورجع لورا رجع كل الطريق لورا احتراما لله الموجود ببيت القربان. نعم. هيدا اللي ما بعد مسيحي تصوري نحن المسيحية وتصوري هو كيف تصرف يعني. نعم. بشو ما علينا
وهون أنا بتذكر ومعك ومع أخوتنا كلام غاندي لما بيقول أحببت المسيحية وكرهني فيها المسيحيين. نعم. وأحببت الإنجيل وكرهني فيه تبعه. نعم. وقال أنا الآن عرفت ليش المسيحية ما بتنتشر العالم، لأن المسيحيين لا يحبون مسيحهم ولا جالدين بعيشوا إنجيلهم. تتصوري هالكلام؟ فظيع. نعم نعم، للأسف صرنا بعهد وبزمن الماديات والشيء المنظور والغير منظور لا نؤمن به، وبتداخلوا هالمفاهيم مع بعض في هذا الزمن، وخاصة مع الجيل الجديد اللي طالع، وأيضا زادت الطين بلة مع كورونا وإغلاق الكنائس وابتعاد الناس، حتى اللي كانوا متعودين إنهم يصلوا نهار الأحد مع إغلاق الكنائس وبحجة كورونا إنه ما بدي يروح أصلي، بخاف من التجمعات، أنا بدي تباعدي لآخري، فسأصبحت كنائسنا يا أبونا خاوي وما فيها غير قلة القليلة. شغلة تتعلمي، نحن هون بلبنان، ما بعرف بالأردن بس بحكي بلبنان، بعد لهلأ مئات المسيحيين تدعيهم للقداس لك أبونا ما فينا في كورونا، روح أشط البحر رح يقتلوا بعضهم رغم الضيقات. إيه. روحي على المطاعم مليانة، الأرجيلة ساعات بتمنع بتبدل للأسف يا أبونا نفس الشيء هوني كل ذات بعضه، بروح على السوبر ماركت بينتفوا بعضهم عن نينة زيت، إذا هون عم بحكي بلبنان أو كيس طحين أو شو عرفني، ما شفت المسيحية بنتفوا بعضهم ليتناولوا. نعم. ما شفتهم واقفين بالدول ليدخلوا على الكنيسة، مع أنه الديسة تريز الكبيرة بتقول لو يعرفوا المسيحيين نعمة الله اللي تعطى بالكنيسة وسر الإفخارستية لوقفوا على الباب، كانوا عم ينطروا من أجيال. صح مزبوط يا أبونا، سوري إذا بحكيكي بانفعال. لا بالعكس، أنا يعني حبيت انفعالك لأنه غير بيتك أكلتني، أنا بشكرك من كل قلبي والله يخليكم يا رب. شكرا يا أبونا، شكرا وصباحك نور يا أبونا، وتضلك هيك منور بكلامك وتزيدنا إيمان وتزيدنا معرفة، وإن شاء الله في لقاءات أخرى كمان ما تبخل علينا نحن بالأردن هون. أبدا بيشرفني، أنت وأبونا بتمونوا اثنين تكون الله يحميك. الله يسعدك وإن شاء الله قريبا نشوفك بالأردن. الله اكيد بشرف الله يحميكم يا رب. تسلم يا ابونا، صلي لنا يا ابونا، الله يحميكم، نحن بنصلي لكم. شكرا لك، صباحك نور. صباحك نور ابونا، تسلم. يعني كلامه تأثرت كتير بهذا الكلام، وهو من ألمه عم يتحدث بهذا الشيء، فأنا لما بحكي كمان وإنت لما بتتألم، لما بروح على الكنيسة بلاقيها فاضية ما فيها غير الناس قليلين يعني للأسف، ولما بتسألهم أنتوا بتصلوا كل أحد إيش مالكم إيش فيه، يعني الكنائس اللي آمنة الأجواء فيها مريحة نظيفة، الكنائس عم بينطفوها دائما ودائما التباعد بالأدراج والكمامة محطوطة والحطين المنظف المعقمات موجودين. ليش ما بتعني لا تجمعات، ومثل ما تفضل أبونا بولس يقول لي بالمولات والشوبينج والمطاعم فما بدنا ناخذ كورونا حجة، خلص انتهت كورونا. اللي بيحكي لي بيقول لي عشان كورونا، لا هاي حجتك مردودة عليك، لا كورونا ولا شيء، بس يعني نرجع للصلاة، نرجع لإيماننا، وأنتم عارفين فترة كورونا شو اللي فادنا وشو اللي خلانا نستنى أو ننتظر هالمأساة أو هالجائحة اللي ألمت بالعالم كله، غير الصلاة اللي تعطينا الأمل والراحة إنه بوجود ربنا تيرحمنا. ولله زال رائق قداس البابا والبطارقة ورؤساء الكنائس تطلب الصلاة بعيد جسد الرب، قدموا بلبنان، قدموا كمان قلب مريم الطاهر لبنان، و فكل نحن بحاجة للصلاة بأي موضوع في حياتنا، فشو رأيك أبونا؟ أكيد طبعا، وخصوصا يعني بيسألوا السؤال دائما إنه طب كيف أنا بكون مستحق وكيف أنا بستعد لتناول جسد ودم يسوع المسيح. في الحقيقة يعني تقريبا لمطلع القرن العشرين، وكانت الكنيسة بالأردن الحقيقة والأمان يعني كثير الناس بيجهلوا سر الاعتراف. نعم. وكانوا بيعتقدوا أنه ما بحكي أنا خطاياي لإنسان، وبتقربوا من المناولة بيجي الكاهن بحط البطرشيل اللي بلبسه على رأس المؤمن وبعطيه الحل وبتناول. في الثقافة أو في الفلسفة واللاهوت الشرقي شو الفكرة والعقيدة، لأنه لما بنناول شو بنحكي؟ جسد ودم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فقالوا الناس إذن المناولة تغفر الخطايا. ف
فأنا ما بحتاج إذن لأعترف عشان أتناول. وهنا ركزت الكنيسة في 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 الألفية الثانية على إنه لا يا جماعة، الأسرار سبعة وسر الاعتراف هو من الأسرار السبعة. ليش حطته الكنيسة من الأسرار؟ لأنه إحنا في عنا تقويات بنمارسها، مثلا المسبحة مش من الأسرار، المسبحة من التقويات الشعبية اللي بالظهورات للقديسين بكذا اعتاد الشعب على ممارستها بتهيئه لإيش؟ للأسرار. وكأن الكنيسة ارتأت أن تكون هناك مراحل إعدادية تيدخل الإنسان في هذا السر يعني العلائقي، هذا السر الذي يتحد فيه المؤمن والمؤمنين جمعاء، البشرية جمعاء مع يسوع المسيح وين من كان. يعني تخيلوا يوم الأحد قديش في شو ملايين، يمكن مليار وأكثر من البشر بيكونوا قاعدين بيصلوا بنفس الوقت، ولكن عندما دخل يسوع بين الحشود وأتت نازفة الدم ولمسته قال من لمسني؟ من بين كل هالحشود هالعالم لمن يلتفت يسوع؟ كل الناس بتفوت الكنائس، ولكن هل كل الناس تكون مستعدة؟ في ناس زي ما تفضلتوا بتيجي بطبيعة اعتادت على ذلك من سن الشباب، من طفولتنا بترتاد الكنائس، أقرب كنيسة لأن الرعية اللي ننتمي إليها بحكم الموقع الجغرافي بنرتاد الكنائس. بس هل أنا بكون أثناء الذبيحة الإلهية أثناء القداس في كل وعيي لما يجري؟ هل أعي ذلك؟ أم أنه أنا بكون بجاوب على الموبايلات وببعث مسجات للأسف نعم بكون أنا ناقل عالمي على الكنيسة بدل ما الكنيسة توديني على عالمها، على عالم الروحانية. يعني تخيلوا يوم بالأسبوع وساعة من هالأربعة وعشرين ساعة، ويعني بتروح نصها يمكن عظة ونصها أثناء التناول، يعني كلها قديش الوقت اللي أنا بركز فيه كلني بداخل ليسوع. للأسف بشرد بس بتفكر شو بدها تطبخ على تخيلي ربنا. لذلك يجب الاستعداد قبل التناول، يجب الاستعداد بفحص الضمير، بالوقوف أمام الله بكل ضعفي بكل خطاياي، ولكن المطلوب الصراحة الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولكن مش الجميع بيعترفوا، مش الجميع ضعوا نقطة توقف وتحول في حياتهم. إخوتي الأحباء خلينا هيك اليوم ومن خلال هذه الرسالة البسيطة اللي عم نعملها من خلال صباحكم نور، إنه نوصل هذه الرسالة إنه يوقف الواحد، التوقف قليلا وتقييم حياتي الروحية أمام الله، وأعود لممارسة الأسرار، سر الإفخارستية، سر الشكر لربنا. تخيلوا إحنا نشكر ربنا بحياتنا على كل هالنعم اللي أعطانا إياها، وأهم شيء النفس، إن بعدنا أحياء على وجه الأرض. طبعا احنا بدنا نحيي كل الاشخاص اللي كانوا معنا على المباشر وعلى التلفزيون اللي شاهدونا وعطونا من وقتهم لمشاهدنا وحضور هذه الحلقه. بنقول لجوزفين سمعان صباحك نور، وايمان بهجت شريحه صباحك نور، وعيسى قردحجي، علاء ناصر، وفاتن يونانا صباح صباحك نور، وامل السلمان المسيح اذا حب خاصته الى منتهى. وإلى المنتهى أحبهم منحهم جسده ودمه ومأكلا ومشربا. صباحك نور المجد للمسيح أخت أمال السلمان. حياة عماري صباح النور والبركة عليكم، شكرا على كل شيء مفيد بتقدموه. ونائل القلانزي، فاتن يونان، وسامر عيسى ضبيط، وأيضا رحاب مزاهرة، ونسرين يتيم، ريما نصراوين، أهلا يا أم عيسى، ريتا أيوب، ورغدة نصراوين، ورحاب مزاهرة شاركت بجسدك يا ودمك، تعالى واسكن في قلوبنا، تعالى تعالى. فيروز الراشد من الأراضي المقدسة صباحكم نور، وأنجيرو الشهابوبي، ويزن مصاروي، وسعيد عازر، وكفى زيادات، وإبراهيم العلم، وأنجيل سروجي، وعمار هلسة، سعد ميخائيل، وخوري غازي is watching.
أبونا غازي من لبنان. من لبنان نعم. صباحك نور يا أبونا, أبونا غازي غازي الخوري. فنصب عليك. طبعا هو كان رعية مار شربل سابقا وإجا مكانه واستلم الرعية والرسالة في الأردن أبونا جوزيف سويد. صباحك نور. منصب عليك يا أبونا عبر منبر النور سات من الأردن. وأمل السلمان مرة تانية. أبونا بولس يسعد صباحك, أنت موجود في قلوبنا ومنحبك. سلمى الصايغ, عيسى وغالب الحن, إبراهيم حمام, نسرين جميل مدانات وأم هياب وسلمى الصايغ وأيضا عوني سليمان. أستاذ عوني أهلا وسهلا فيك. كفى زيادات, يا رب لست مستحقا لكن بكلمة واحدة تبرأ نفسي آمين. أحلام الشرايحة وسليمان عبوي وأيضا تريز جميل, نبيل الحاج, ومي دحدل. وأيضا هناك اليوم الصباح حافل في المشاركين, نديم بهجة نقل ولونة نفاع, نورة عنابي, كارول حداد ونعيمة مقطش وفريدة يعقوب وآخرون معنا هذا الصباح. نشكركم على متابعتكم وحضوركم لحلقتنا. بيضل موضوع القربان المقدس يعود إلى كل إنسان مؤمن في هذا السر الإفخارستية أو فعل الشكر, زي ما تفضل أبونا بولس إنه معنات كلمة إفخارستية هو فعل الشكر اللي منقدمه. ونكون في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس لما بهدلهم للتلاميذ, يعني هذه قوية جدا. يعني أنا من أنا بفضل إنه المتابعين يتابعوا هذه الرسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس من 11 تقريبا 12 لآخر الآية, لما نبههم قال لهم أنتوا جايين تأكلوا وتشربوا, هاي في بيوتكم أكل ومشرب, إذا جايين على الكنيسة للقربان كأنه أنتوا جوعانين. فإذا بدكم أنتوا جوعانين للخبز المادي وللأكل المادي ببيوتكم روحوا كلوا واشربوا, لكن هون روح وحياة. الخبز في الكنيسة روح وحياة. ما تخلوا المكان الكنيسة فقط للمظاهر. فقديس بولس الرسول أيضا نبه التلاميذ أنه عم بتقيموا ذبائح أو بتقيموا مأدبة عشاء في لتكرار فعل الذكرى اللي سلمهم يسوع المسيح بقيامة أنه يقوموا يعملوا الإفخارستية في الكنائس. لكن بولس الرسول لما حكوا له قال له أنت ما كنت معه, طيب شو اللي عم تحكي؟ قال هكذا تسلمت وهكذا أنا أسلم. يعني هو تقليد, تقليد استلمه من القديسين واستلمه من الرسل. فهو هذا التقليد اللي صار له 2000 سنة وعم نكرره. فمنيجي هلأ نحن في القرن 21 إحنا المؤمنين نشكك في هذا التقليد اللي استمر 2000 سنة ومارسوه الأبائنا القديسين والتلاميذ وسلموا للكهنة, لأنه هذا السر أعطى يسوع المسيح ل الكهنة حتى يقيموا هذه الذكرى اللي بيفكروها الذكرى مش فكرة, هي فكرة أجددها ولا هي ذكرى, اصنعوا هذا, اصنعوا هذه الذكرى, اصنعوها من جديد. ولكن إذا إنه تذكروها دائما أوكي, بس هذه اصنعوا هذا لذكري, اصنعوه من جديد. ف نحن في نهاية البرنامج طبعا نشكر كل الأباء اللي كانوا معنا. نشكر أول شيء أبونا جورج شرايحة, أبونا بولس بسميك أبونا محمد فاسمه أبونا محمد لأنه هو بالهوية اسمه أبونا محمد, محمد شرايحة. فأبونا جورج شرايحة وأبونا فرح حجازين وأبونا بولس مرديني من لبنان لوجودكم معنا هذا الصباح, وأيضا لكل المشاهدين والمتابعين اللي تواجدوا معنا في هذا الصباح المبارك. فنتمنى لكم نهار مبارك وناخذ البركة من أبونا جورج وننطلق بسلام وفرح المسيح. آمين. بركة ربنا معكم جميعا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. اذهبوا بسلام المسيح. آمين. الشكر لله. صباحكم نور وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.